مرة تانية صباح الخير على كل المتابعين اللي بينضموا إلينا في صباح الخير يا مصر، مكملين معاكم لحد 10 صباحا. تقريبا كده احنا لازم نبقى حاسين بإحساس كل اللي بيتفرجوا علينا، يعني احنا والناس في مكان واحد أو تقريبا في زاوية واحدة، وعارفين إنه كلنا تعبنا وأرهقنا كتير قوي من الكلام عن فيروس كورونا. فلما اجتهدنا أننا نخرج بيكو بره دايرة كورونا، قلنا نروح لأحلى حتة في تاريخ مصر المعاصر، نروح لحاجة كده المصريين غالبا من الحاجات القليلة قوي اللي احنا بنتفق عليها، احنا عندنا شوية رموز فنية في مصر ما حدش فينا تيجي سيرته أو سيرتهم قدامه إلا ويبتسم، إلا ويفتكر حاجة حلوة، إلا ويفتكر بيت شعر أو يدندن غنوة. النهاردة بقى إحنا عندنا ربع دستة فنانين. عايز أقول لكم إنه النهاردة ذكرى رحيل، ومش رحيل، ذكرى عظماء. مش هينفع نقول رحيل لأنهم لم يرحلوا، عظماء زي الخال عبد الرحمن الأبنودي، صلاح جاهين، والفنان الكبير سيد مكان. تخيلوا الثلاثة دول ذكرى وفاتهم النهاردة، وطبعا مع اختلاف سنوات رحيلهم عننا، لكن الثلاثة دول بحكاياتهم وبالتراث اللي سابوه لنا حاجة كده من مبهجات الحياة اللي ينفع نبتدي بيها يومنا ونصبح عليكم بيها. وسعداء جدا ان اللي يكلمنا عن الرموز العظيمة دي كاتب صحفي متميز جدا الأستاذ محمد توفيق، ومؤلف كمان كتاب الخال وكتاب عن أيام صلاح جاهين و12 كتاب تاني. أنا اتفاجئت النهاردة. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور. صباح. عندي 500 سؤال مش عارفه نلحق نقولهم ازاي، بس خلينا الاول نبتدي بعلاقتك بعبد الرحمن الأبنودي، الكاتب الكبير طبعا استاذنا عبد الرحمن الأبنودي، على المستوى الشخصي، لانه طول الوقت احنا بنعرفهم من خلال فنهم، لكن في زوايا تانية اعتقد بتبقى مبهره للي يعرفوهم شخصيا. صحيح. لا، هو الخال الحقيقه يعني كان فكره الخال فعلا، فكره انه انت بتقرب من خالك مش من شخص شاعر كبير. يعني انا كنت سعيد الحظ الحقيقه من ان انا في السنوات الاخيره، يعني من شهر 4 2011 بقينا تقريبا في علاقه شبه يوميه، ثم تحولت الى يوميه بنتكلم 3-4 مرات في اليوم، وبنتقابل كل يوم خميس عشان الكتاب. فكنت بسافر له اسماعيليه، بنقعد اعداد طويله جدا جدا نتكلم في كل حاجه. الاول ايه سر انه ادالك الثقه دي ان انت اللي تكتب الكتاب؟ والله انا شايف انه ده حظي، يعني حظي كويس. هو يمكن قال فكره انه يعني كلام كويس عني في المساله دي. أكيد. ان انا كنت يعني شايف ان هو اكتر حد مؤتمن على السيره يعني بتاعتي، لكن الحقيقه انا كنت محظوظ جدا. فكره انك انا شايف ان عندي حظ كبير جدا انك تقرب يعني بالمستوى ده من الابداع، يعني اصل برضه في مستويات ما بتحصلش كتير، يعني كنا بنتكلم قبل الهوا، فكره في مستويات ما بتحصلش كتير، انت عشان تلاقي الناس دي عايشه مع بعضها. انا عايزه اشاركك، اشارك الناس باللي احنا كنا بنقول قبل الهوا. يعني قبل الهوا كنت بسال الاستاذ محمد كده، بقول له في زمن كده تقاطع فيه عظماء بشكل مرعب، يعني ايه الزمن بقى اللي كان فيه عبد الرحمن الأبنودي وصلاح شاهين وعدوا كده على سيد مكاوي لحقوا كام سنه؟ كان في زمن في مصر كده تقدر تقول انه كل ما تعدي في حته تلاقي فن حقيقي، يعني من من اللي بندور عليه دلوقتي بعشرات السنين. اوصف لنا ايه اكتر اهم ملامح اللي طلعت العظماء دول. والله هو في ناس بترفض تموت، يعني انا رايي انه مثلا ام كلثوم وعبد الحليم وابو وهاب ما ماتوش، يعني يعني وفي مطربين بيبقوا عايشين مش بالقوه دي. طب. وفي انه ناس زي صلاح جاهين والأبنودي هيفضلوا اليوم القيامه عايشين، اصل برضو في مستويات ما بتحصلش كتير. ايا كان فكره انه ان احنا نشوف ناس في ذكراها الخمسين، يعني مثلا احنا النهارده 34 سنة على رحيل جاهين. كويس. 34 سنة ولسه عنده الرباعيات بيست سيلر الأكثر طبعًا مبيعا. طبعا. لسه الناس حافظاها، الثقافة الشعبية حافظاها. صحيح. والأغاني بتاعته طول الوقت بنسمعها، ولما بنشوفه في فيلم قديم بشكله مبهج أصلا صلاح جاهين. الفكرة دي فكرة إنه سيد مكاوي النهارده 23 سنة. الأرقام كبيرة على فكره انك حاسس انه قريب منك، انه كان لسه معاك امبارح بالظبط. الاحساس ده في ناس بتبقى عايشه انت حاسس ان هي هو لسه عايش، يعني خد بقى حضرتك من العكس. دي مفارقه طبعا، دي مفارقه انسانيه، لكن بحساب التاثير حضرتك شايف. خلينا نبدا كده او يعني نكمل كلامنا عن عبد الرحمن الاستاذ عبد الرحمن الأبنودي، واللي كتير الناس يقولوا الخال. انا مش فاهمه برضو ايه سر التسميه جت من قربه او من لهجته الصعيديه القريبه، ولا جت من ايه؟ هي ليها اكتر من جزء. استاذ جمال غيطاني الله يرحمه كان بيقول انه الخال
ليه هو الخال والباقي اعمام؟ يعني احنا طول الوقت يعني طول الوقت اقول عمي صلاح جاهين مثلا، عمنا صلاح جاهين، لان الخال في في في, في تراث الصعيدي لا يقتسم الميراث، هو ملوش دعوه بالميراث. فطول الوقت هو الحكم بين الاولاد واعمامهم. ايه ده فعلا؟ طبعا. ايه ده حلوه الملحوظه دي. فطول الوقت فكره الخال هو الملجا للعيله كلها، ان هو بيحل المشكله. لانه طول الوقت مجرد وفاه الوالد الخال بيبقى والد. دي ده المثل الاقرب، بس فكره انه الحكم، ان هو الحكم في الميراث. دي تودينا بقى لاسقاطات كتير على همه بمصر، يعني طبعا هو كان مشغول بمصر صحيح طول حياته، لكن جداً. في الفتره الاخيره كمان كان بيعاتبها يعني جداً. يعني انا عايزه افتكر حتى كتبته كده قبل ما ابدا مع حضرتك، انه لما كان بيقول صوتك شعاع الشمس لما يطل، كنا في ضي الشعاع ده نشوف مال اتساعك ده كده على الكل، رجعتي تاني تحسي طعم الخوف. كان بيكلم مصر صح؟ طبعا طبعا مش غزل طبعا طبعا. ليه؟ ومتونسه بحس مصر، متونسه بحس مين يا مصر في غيابي. متونسه بحس مين يا مصر في غيابي، دي هو قالها في عبد الله النديم. لكن هو كان بيتكلم عن نفسه، عن احساسه بمصر. الفكره دي الحقيقه يعني من ساعه الرحيل وانا طول الوقت بقعد افكر فيها، انه بقعد اسمع صوته واقعد اسمع الاشعار بتاعته، عشان لا هي لسه متونسه بيك برضه. يعني الاحساس ده طول الوقت مع الابنودي، خاصه الابنودي جزء جد كبير جدا من قدراته في انه بيلقي شعره. فانت طول الوقت الشعراء ممكن تسمع اي شعر من اي حد، لكن الابنودي صعب جدا الاحلى تسمعه منه طبعا، لانه فكره تسمعه لحد تاني هتسمع حد تاني. هتسمع يعني انا رايي انه نص الشعر هيروح منك. يعني انا يعني انا هو اجتماع موهبه يعني الشعر والالقاء مش موجوده عند ناس كتير. صحيح. اللي احنا شايفينه دي صور اعتقد من النادره. طبعا من صور مع النادره الاستاذ هيكل، والحقيقه كان عنده علاقه بالاستاذ هيكل كبيره جدا. استاذ هيكل قدم له اخر ديوان اللي هو ديوان المربعات. واستاذ هيكل الحقيقه انا حتى شفت مدام نهال ورتني يعني استاذ هيكل بعد برقيه بعد الوفاه فيها رثاء جميل للخال وكانت قويه جدا طول الوقت، وكان في بينهم تليفونات، وكان حتى استاذ هيكل بيتابع حالته الصحيه طول الوقت. طبعا محمد منير طبعا نجم كبير، وفكره انه كتب لمنير صح؟ طبعا طبعا كتب. هو طبعا يعني من اشهر حاجات يونس الأخير. مثلا يعني يونس وليها يونس قصه لطيفه. هو كان كانت مكتوبه يعني كان في فكره كده بين منير ورحيم وفق حكايه الخال حكاها لي يعني. فكانوا بيعملوا حاجه كده، فقال يا بنات الهلاليه بنات الهلاليه. فمنير قال محمد رحيم قال له انت ايه اللي بتقوله ده؟ هتقول الهلاليه وعم الهلاليه لسه عايش؟ تعال نروح للابنودي يكتب لنا حاجه عن الهلاليه. الله. فراحوا له وقعد يكتب يونس في بلاد الشوق والاغنيه الجميله. اصلا طبعًا. منير كمان يعني فالحقيقه ولا وكمان هو انا فاكر يوم بنفسه. بص الصوره دي احنا لما بنتكلم عن وجود قامات في الكلمه نفس دي كفايه بصراحه. ايه الصوره دي؟ ايه يا جماعه ده؟ بص دول كانوا موجودين في مصر في زمن واحد. حاجه جباره. عايز اسالك حاجه فعلا، يعني انعكاس ده على ثقافة العامة عامة الناس، يعني من أكتر الحاجات اللي فرقت معايا مثلا لما سمعت أنه يعني هي جملة يعني منسوبة لأحد الكتاب الكبار أنه بيقول أنه زمان يا جماعة المصري البسيط المواطن البسيط كان بيغني قصائد لأن أم كلثوم كانت بتغني بتدندن قصائد. صحيح. فدي كانت ثقافتنا كان بيقول عرق سيد دمعة. بالظبط. فإيه الفرق يعني؟ إيه اللي أنت تقدر تقوله رسائل وجود الناس دي بألحانها أو يعني السيد مكاوي مثلا أو الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي أو صلاح جاهين، اللي بينعكس على الثقافة بوجود الرموز اللي زي دي؟ أولا العمق. إن تلاقي الشعب في وجدانه، على فكرة المسألة ملهاش علاقة خالص بتعليم مدارس، ليه علاقة بإنك بتلاقي في وجدانك جزء كبير جدا من إحساسك بإنك فاهم اللي بيحصل، مستوعب. يعني أولا عندك ذائقة مظبوطة. وانا رايي ان طول الوقت اكتر حاجه بنفقدها برحيل العظماء الذائقه، ان انت احيانا بترحل الذائقه معه، فتبتدي تتذوق حاجه مش عايز اقول اقل في الجوده. احيانا تشوف اللي اقل في الجوده حاجه عظيمه. وده دليل انه من الاول انت ذائقتك مش مظبوطه. لما الذائقه بتظبط على الميزان بتاع الابنودي وصلاح جاهين وسيد مكاوي، فمش اي جمله لحنيه بتجيب معاك. بتستوعب. مش اي قصيده شعريه بتعجبك، بتشوف انه في ميزان للكلام. يعني الناس دي كانت بتكتب بالحرف مش بالكلمه. بالظبط. وكانت بتشتغل تتعب قوي على شغلها عشان جدا يطلع. على فكره الابنودي الله يرحمه احنا كنا بنتعامل بشكل يومي خاصه في نشر المربعات. الحقيقه لو في
تشكيل غلط، مش هقول لك حرف غلط ولا كلمه غلط لانه دي كان ممكن يقاطعني فيها طول العمر، لكن فكره انه لو في تشكيل غلط ممكن تلاقي مثلا 50 مكالمه انه احمد الناس هتقرا ازاي في تشكيل غلط. احساسه بانه مسؤول قدام الناس وانه كان بيهتم براي الناس جدا، يعني على العكس انا شخصيا طول الوقت كنت افي في المساله دي معاه، بقول له اخيل انا لو كنت بسمع راي محمود درويش وصلاح جاهين وامل دنقل هسمع راي محمد توفيق ليه؟ يعني مش هيهمنا راي الناس الثانيه بقى. الحقيقه كان بيهتم جدا براي الناس بشكل يعني لا تتخيلي. كنت شايفه نوع من التواضع كده منه، انه متسع لاراء كتير. هو ما كانش بيتعامل معاه تواضع، هو طبعا كان متواضع جدا في المساله جدا، لدرجه انه مش بس ياخد راي حد بيقرا، ده ممكن ياخد حد ما بيعرفش يقرا. يعني كان طول وقت مثلا قعدت العصاري عنده انه يطلع من البيت الريفي في اسماعيليه ويقعد يشرب شاي مع الناس البسطاء اللي هم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا ويقول لهم حاجات ويسمع رايهم فيها. فده مستوى هو كان رافع شعار في الحياه، اذا مش نازلين للناس فبلاش، الزم بيتك بيتك. فطول الوقت كان بيتعامل. لا قولي بقيتها دي بقى ايه الحلاوه دي؟ إذا مش نازلين للناس فبلاش، إلزم بيتك بيتك، تنفع لنا إحنا كإعلاميين. على فكرة طبعا. ناخدها إحنا شعارنا. لا أصل هو طول لأنه الوقت التعامل الفوقي فعلا بيفقدنا كتير قوي من التواصل. وهو كان بيتعامل، يعني أنا فاكر في الجنازة، يمكن الجنازة كان فيها محمد منير وكان فيها علي حجار، بس أغلبها كان من أهالي قرية الضبعية في إسماعيلية. كانت جنازة جماهيرية بامتياز، رغم إن إحنا كنا بالليل في الوقت اللي إحنا صلينا العشاء هناك. لكن كانت القرية كلها طالعة وراه. والقريه كلها طالعه انك اصحابه مش طالعين بيجاملوا. ما هي يعني انا فاكر حد مجاملات فنيه لكن جنازه شعبيه جدا والناس كانت طالعه انه على فكره انا كنت، يعني انا حد في الجنازه بيقول لي على فكره انا كنت صاحبه جدا. هو راجل بسيط. فقلت له قال لي كنا بنشرب شاي مع بعض يومين في الاسبوع. فطبعا حاجه في منتهى الجمال. هي الناس العظيمه ليها حكايات جانبيه احنا ما نعرفهاش يعني. جدا جدا. بمناسبه الحكايات عرفنا انه كمان الاعلاميه الكبيره الاستاذه نهال كمال كمان يعني استأمنتك على جزء من الاسرار والمذكرات. فهل انت كمان بتكتب هذه المذكرات او بتساعد في كتابتها مع الاعلاميه الكبيره نهال كمال؟ هي الحقيقه لا، هي استاذه نهال نفسها مش يعني عشان هو هي يعني استاذه نهال بتكتب مذكراتها عن علاقتها بالخال من ساعه اللقاء الاول بينهم في اول ندوه تحضرها له لحد ما مرورا بالخطوبه والعواصف اللي صاحبه الخطوبه ثم الزواج اللي استمر 28 سنه. رغم انه الحقيقه انت لو تعرفي استاذه نهال عن قرب هتلاقي ان هي لسه مستمره في علاقتها بالابنودي لحد دلوقتي. وان الابنودي ما فرقهاش لحظه، وانه الحقيقه هي بتتعامل مع الابنودي انه عايش، مش بس عايش، هي بتاخد رايه كل يوم في حاجه. وحتى تقول لك على فكره ده هو خلاني اتعلمت كذا. ده انا مش عارف عرفت كذا بسببه. مش انت قلت في ناس بترفض تموت؟ صحيح. ده حقيقي جدا جدا جدا. يعني طول وقت هي علاقتها بالابنودي لا يمكن وانت تسمعيها بتتكلم عنه تفتكر ان ده شخص خلاص مش، لا هتعرفي انه موجود وموجود في حياتها كل يوم، وهي بتتعامل يعني هي واهبه حياتها للابنودي بعد رحيله لاستكمال مسيرته الحقيقه. خلصنا كلام عن الخال او كلام ما يخلصش، لكن بسرعه خلينا ناخدك في الكلام عن بعد الخال نروح للعم، عمنا صلاح طبعًا جاهين. طبعا هم انا مسميهم العم والخال. عمنا صلاح جاهين الناس كلها حبت الفكر الجديد ده في طريقه كتابه الشعر، الرباعيات اللي كانت اقرب واسهل في الحفظ وعملت ثقافه جديده. ايه اللي قدمه صلاح جاهين للمكتبه الشعريه في مصر؟ يعني بخلاف الحاجات اللي احنا كلنا نعرفها، يعني كلنا تربينا وحفظنا وتعلمنا الليله الكبيره والحاجات اللي بقت جزء من التراث. لكن ايه اللي انت شايف ككاتب انه قدم للمكتبه الشعريه المصريه على ايد صلاح جاهين؟ احنا الحقيقه صلاح جاهين قدم لنا الفيلسوف الشعر. مش الشعر العادي. فكره انه شعره مليان فلسفه. حتى هو بيقول فيلسوف قاعد يفكر سيبوه. لا تعملوه سلطان ولا تطلبوه. فالفكره دي انا رايي ان هو الفيلسوف الحقيقي في المساله دي هو صلاح جاهين نفسه. انه وهو كان طول الوقت الفكره بتاعت الرباعيات انه في كم العمق ده، ويمكن كنت طول الوقت اتكلم مع الخال عن العم عن صلاح جاهين وعلاقتهم ببعض. هي علاقتهم مثلا امتدت سنين كتير جدا، انه صلاح جاهين هو اللي اكتشف الابنودي. وهو اول واحد قدمه في، كان بيعمل باب في صباح الخير صلاح جاهين في البدايه. اسمه شاعر جديد يعجبني. ونزل فيه اول ثلاث قصايد للابنودي. اهي دي برضو رساله تانية من الجيل ده،
انه الجيل ده كان واحد عظيم يكتشف واحد عظيم ممكن يبقى اشطر منه. صحيح. يعني انا مش عايزه اقارن، هزعل. احنا دلوقتي كل عظيم ينافس على اللي بعده. يعني حاجه عظيمه بس هم الحقيقه ما كانش بينافسوا مع بعض. يعني الجزئيه دي بين المستويات دي، اولا صلاح جاهين تحديدا كان الحاضنه بتاعتهم كله. يعني كان هو اللي اكتشف الأبنود، هو اللي اكتشف ست حجاب. خلينا نروح بقى بذكر او كلام عن الخال عبد الرحمن الأبنودي ما بيخلصش، يعني مش قادرين حتى نسيب الموضوع. معانا على التليفون الاعلاميه الكبيره الاستاذه نهال كمال. يعني استاذه نهال صباح الخير على حضرتك. ولسه كنا بنتكلم عن ذكرى الأبنودي العطره اللي مستمره في حياه حضرتك وبنشوفها طول الوقت. اولا صباح الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وانا سعيده جدا بتذكركم للخال. وطبعا هي مناسبه النهارده الأبنودي وجاهين وسيد مكاوي، يعني عظماء وعمالقه العصر السابق والعصر القادم، يعني كل العصور. وطبعا انا يعني بشكركم جدا وبحييكي استاذه دينا والاستاذ محمد توفيق، بصبح عليك. وطبعا انا يعني لسه يا دوبك شايفه، يعني كنتوا بتتكلموا عن صلاح جاهين وان هو اللي اكتشف الأبنودي او هو اللي قدمه للناس من خلال شعر يعجبني كان في مجله صباح الخير كان باب بيعمله. وفعلا علاقه الرموز ببعض كانت حاجه يعني فعلا تستحق التحيه، وان احنا يعني الجيل ده كله جيل الستينيات كان كله بيؤازر بعضه وكله بيكتشف بعضه، وكان في حاله من الحب يعني الحقيقه يمكن بنفتقدها دلوقتي. يعني هرجع النهارده بقى اتكلم عن ذكرى الوفاه. طبعا انا سعيده النهارده في جائزه الأبنودي اللي بتمنحها مكتبه اسكندريه، هيعلن الفائزين النهارده جائزه شعر العاميه وشعر والدراسات النقديه، فالنهارده اعلان الجوائز. فده خبر بقى بقوله لكم صباح الخير يا مصر. ده احنا بنشكرك على الخبر ده. وفي خبر تاني احنا عايزين برضو ناخده من على لسان حضرتك، انه إيه؟ ان انت بتكتبي مذكراتك مع ده الاستاذ محمد بقى فتن عليا بقى فتن. ده انا عماله احنا جبناها من مصادر برضه يعني كتم على الموضوع، بس هو بقى صاحب الموضوع وصاحب النشر، فخلاص انا كده ممكن اقول يعني ممكن افرج عن هذا السر يعني. لا ده احنا في انتظار يعني طبعا. بس هو طبعا اللي عارف التفاصيل لانه جاء موضوع كورونا وكده فاخر. كنا ناويين فعلا الكتاب ده يصدر يعني في الذكرى الخامسه، لكن ما اعرفش كورونا بقى عملت شويه حاجات كده. فطبعا لا يا استاذه نهال، ذكرى موجوده في كل وقت وحضرتك حاضره معانا في كل وقت، فاحنا لا احنا منتظرينه في اي وقت. ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا الإعلامية الكبيرة نهال كمال، وبشكرك على مداخلتك وصباح الخير كمان مرة. كنا بنتكلم عن علاقة العظماء ببعض واكتشاف صلاح جاهين للأبنودي. أنا عايزة أسألك على كمان يعني علاقة العظيم صلاح جاهين بالعظيم سيد مكاوي. طبعا اجتمعوا في أعمال كمان مش كده؟ طبعا زي لا كتير. أولا هم كان علاقتهم مش هتخيليها، يعني هم كانوا صلاح جاهين مسمي العلاقه اللي بينهم العسل والطحينه. انك ما تعرفش تفصلهم ما تعرفش تفصلهم عن بعض بالظبط كده. ولما سالوا صلاح جاهين زمان لو هتعيش في جزيره لوحدك تختار شخص واحد بس يعيش معاك في الجزيره دي، قال لهم سيد مكاوي. فدي علاقه اصلا لا تتخيلها، يعني علاقه عسل وطحينه. هما كانوا سنيا اقرب لبعض يعني. طبعا كانوا جيل تقريبا جيل واحد. وابتدوا مع بعض سنه 57 في الليله الكبيره اللي هم كانوا بيلفوا فيها في المواعيد. يعني انا اسفه بقى يعني سامحني، انا ما كنتش عارفه بقى ان الرابطه الفظيعه دي يعني. سيد مكاوي ملحن الليله الكبيره وصلاح جاهين كاتبها. صحيح. يعني لا عجب انه ليله كبيره لا تموت. صح جدا. دي صحيح. حاجه من روائع التراث المصري. لا وتخيلي انه ده عمل سنه 57. احنا بنتكلم في 2020، هل في عمل للاطفال وبالمستوى ده حاضر لحد دلوقتي؟ احنا في اعمال اتعملت امبارح ما عاشتش للنهارده. ده اللي عايز اساله لحضرتك، الاعمال دي كانت بتستخدم ثلاث حاجات متهيألي يعني في رايي اللي مش غير متخصص، انه اولا مفردات الحياه اليوميه فعشان كده كانت مرتبطه بالناس، وثانيا لغه سليمه جدا 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 يعني عمرها ما كانت مبتذله، وثالثا وده اللي عايز اسال حضرتك عليه، كان في حاله كده من يعني الساحه كانت مهيئه للاعمال دي. حضرتك صحح لي احنا ناقصنا ايه دلوقتي من الثلاثة دول، وما تصدمنيش ان احنا ناقصنا الثلاثة. بص اولا احنا ده كان اسمه الفن الشعبي في الوقت ده، يعني خدي بال حضرتك لما دلوقتي بتتكلمي عن صناعة المطرب الشعبي زمان
كان في فرقتين عندنا واضحين، فريق فيه الأبنودي ومحمد رشدي وبليغ حمدي. ده كان مثلث لصالح أغنية شعبية اللي هو مش عايز أقول مين بيمثلهم في الفكرة دي دلوقتي. الناحية التانية كان في عبد الحليم حافظ وصلاح جاهين وكمال الطويل. كويس، فدي كانت المستويات. وصلت يا فندم. ممكن بقى نقول ساعتها ايه اللي ناقص يعني. ناقصنا كتير قوي يعني ده كان مستوى الاغنيه الشعبيه. تخيلي حضرتك ان ده كان مستوى الاغنيه الشعبيه، زي من شويه لما حضرتك كنت جايبه انه قاعد على الكنبه نجيب محفوظ وزويل مع الخال مع الابنودي. ده كان مستوى الكنبه، ده كان مستوى القامات والرموز. صحيح. اللي احنا بندور عليه. انا متاكده انه قد ما احنا بنقول مفتقدين الرموز دي، على قد ما انا متاكده انه مصر موجود فيها الناس دي، بس احنا مفتقدين نكتشفهم. وبشكرك لانه ده مهم جدا مساله ان احنا نكتشفهم دي. يعني ده انا بشكرك استاذ محمد توفيق المؤلف والكاتب الصحفي على كل الحاجات الجميله اللي شاركتنا بيها، وان شاء الله في مرات تانية كمان نستكمل سيره الغاليين دول. بشكرك. شكرا جدا.